السكتش الظهر ده هو ده اول حاجه هتكلم عليها. اوكي طبعا الورق معاك اكتب اسمك الثلاثي وتاريخ النهارده واسم الكورس بتاعنا. تمام اسمك الثلاثي تاريخ العماره الفرقه الثالثه الترم الاول وتاريخ النهارده 8 شهر 8 8/11/2023. طيب السكتش دوت اكتب عليه ايه والسؤال في الامتحان بيجي ازاي. اوكي دوت السؤال في الامتحان بيجي ان انا اقول لك يعني ايه قصبه على سبيل المثال. اوكي قصبه زي اللي احنا زياره نزلناها في الاجازه نزلنا منطقه النحاسين وكمان في الزياره الثانيه اللي هي جنوب شارع المعز. تمام كده هو السكتش اللي قرينا على اليمين دوت او ده مسار حركه بتاع قصبه المعز. ده مسار حركه بتاع قصبه المعز او ده مثال للقصبه. هتلاقي هنا في الجدول ده مكتوب تمام قصبه معناها شارع رئيسي. فاصبح دلوقتي الشارع الرئيسي ده اللي جاي من شمال المدينه لجنوب المدينه ده بيسمى في الكتب القديمه قصبه. اوكي كده هو يبقى قصبه ده اكزامبل لقصبه اللي هو قصبه المعز اللي هو شارع رئيسي جاي من شمال المدينه لجنوب المدينه. وزي ما انت شايف القصبه ديت تمام هتلاقي معظمها معظم مسار الحركه اللي فيها محلات. تمام وانت بترسم السكتش ده هتلاقي هنا في محلات كتير على ايد اليمين وفي بعض المحلات كمان على ايد الشمال. القصبة ده تمام ده الشريان الرئيسي اللي فيه معظم المحلات الرئيسيه اللي اقدر امشي فيه واعرف اتسوق فيه. طيب هتلاحظ حاجه في منتهى الاهميه يمكن حسن فتحي اتكلم في الموضوع ده اهو. المعماري حسن فتحي قال ايه؟ كان بيتكلم عن قصبه المعز لو اعتبرنا ان هو 1000 متر يعني كيلو. المعماري في التخطيط وهو بيخط المدينه تمام بدا يقسم ال 1000 كيلو ده ل 200 و200 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 وكل 200 متر بيبدا ان هو يعمل لاند مارك تبقى شايفه قدامك بعد كده تبدا تنحني من جنبه اللي هي تحت المسمى ان هو عطفه. عطفه معناها منحني تمام ما بين شرطين. عطفه يعني انا بعطف بالشارع شمال في يمين بقصد علشان وانا ماشي في مسار الحركه ما اشوفش قدامي غير ده. تمام كده هو مره بيحط في نهايه مسار الحركه مزنه ومره بيحط سبيله قدام. اوكي مره بيحط قبه ضريحيه يعني في كل مره بيحط علامه مصريه مميزه في اخر المسار ويتهيأ لك لو انت وصلت لنهايه المسار يبقى انت كده وصلت لاخر الشارع. تمام كده دوت لما توصل لنهايه المسار دوت هتلاقي الشارع بياخدك شمال في يمين وبيكمل. طب ليه بيعمل الحركه دي؟ بيعمل الحركه دي عشان انت نفسيا تقدر تمشي. اوكي ده رقم واحد عشان انت لو شفت 1000 كيلو على بعضها هتتعب تقول لسه همشي كل ده هتلاقي نفسك وقفت. فبالتالي كان بيقسم ال 1000 كيلو ده متينات على سبيل المثال وبيحط في نهايه كل 200 متر حاجه كانها هي نهايه الشارع اللي بتمشي من جنبها شمال في يمين عشان خاطر تكمل بيت الشارع. تعتبر علامه مصريه مميزه اللي هو لاند مارك. في الغالب الحاجه دي بتبقى حاجه خدميه او حاجه دينيه او حاجه جنائزيه. الحاجه الخدميه اللي هو سبيل الكتاب على اساس ان الناس كلها بتشرب ميه وفي اطفال كتير بيتعلموا القران الكريم. والحاجه الدينيه اللي هي المأذنه. والحاجه الجنائزيه اللي هي الضريح. ادي نهايه مسار الحركه اللي بعطف من جنبه وبمشي من جنبه. يبقى ده اسلوب تصميم القصبه، ان القصبه ما تبقاش ستريت لاين من اول مدينه لاخر مدينه، لا. تمام؟ تبقى متقسمه كل 200 متر بيحصل فيها زي عطفه او منحنه عشان انا وانا ماشي في الشارع اشوف نهايه الشارع ده ايه فما اتعبش من قبل ما امشي. برضه بيتكلم على قصه ان هو بيحاول يعمل فكره المنحنى ده عشان يبقى المسار الحركه ده محدود، ليه بدايه وليه نهايه، تمام؟ فكانه بيحجب الهواء او بيسيطر على الهواء الساقع. فده برضو حاجه لها علاقه بالانفيرمنتال ديزاين، فكره التصميم البيئي، ان هو ليه بيعمل ال 1000 متر 200 في 200 في 200 عشان يحافظ الهواء الساقع بحيث ان هو ما يهربش منه. افكار كتير قوي من الناحيه الجماليه، من ناحيه مسارات الحركه، من الناحيه النفسيه، ومن الناحيه البيئيه، كل ده داخل معايا تصميم القصبه. عشان كده احنا بنرسم حته من قصبه المعز. طبعا اللي بيترسم اللي احنا بنرسمه ده احنا عدينا عليه في الزاويه الاولانيه اسمها منطقه النحاسين ودي موجوده عندنا في شمال شارع المعز. بعد ما عدينا من باب الفتوح وصلنا لحد هناك. ده المكان اللي فيه مجموعه الون اللي عدنا اليمين وفي كمان هناك مجموعه بابو وفي كمان هناك حمام ايمال اللي احنا دخلناه الى اخره بقى من المباني القديمه. يبقى انا هشاور على السكتش ده اقول دي مأذنة الاون وده مبنى ديني. هنا على الشمال في مجموعه محلات وكانه سوق. على ابني اليمين في عندي تحت محلات وفوق جامع قدام شويه في عندي مدرسه فيعتبر القصبه عليها كل الحاجات الرئيسيه.
مدرسه للولاد الكبار، سبيل الكتاب الكتاب للاطفال، والسبيل للعامه يشربوا منه، ومحلات لكل الناس يقدروا يشتروا منه. تمام كده اهوت. الحمام العام برضه نفس الكلام، يقدر اي حد يخش فيه، فبالتالي القصبه عليه كل مباني مهمه. فده كده فور اكزامبل يعني ايه قصبه. بس في 3 دي. على ايدنا بقى الشمال، تمام؟ ده سكتش مرسوم حديث، حتى في تكاتف. اوكي؟ لكن بيعبر على فكره قديم، مبنى قديم. ايه المبنى على ايدنا الشمال ده؟ سكتش على الشمال. ده جامع مشهور، جامع مشهور من عصر مملوك البرجي. اللي هو الصورة البصرية الموجودة على ورقة ال 50 جنيه، بس مش من هنا، من تقدر الناحية التانية. اوكي كده هو؟ جامع ايه بقى؟ جامع اسمه قزماس الإسحاقي. هتلاقيه موجود على عمله ال 50 جنيه، يطلق عليه ابو حريبه. تكتب ابو حريبه، تكتب قزماس الاسحاقي، الاثنين واحد، الاثنين صح يعني. خلاص؟ يبقى جامع ابو حريبه هو هو قزماس الاسحاقي، قزماس ده كان امير في عهد السلطان قايد بارز من عصر مملوك البرجي. ابو حريبه ده كان حد من الناس اللي بتحب الناس اللي بتحبه، يعني يعتبر بيعتبروه زي ولد، يعني قدوه. كان مدفون برضه في المكان ده. المهم يعني ليه اخترنا السكتش ده بالذات؟ اخترنا السكتش ده بالذات عشان في عبقريه في مدى احترام المعماري او الاركتكت للمجتمع للمحيط العمراني. تمام كده اهوت. طيب قزماس ده كان بمقام وزير. قزماس ده اللي هو سلطان من عصر مملوك البرجي اللي هو عمل الجامع ده، ده كان بمقام وزير. تمام كده اهوت. اشترى ارضين، ارض يمين وارض شمال. اوكي؟ اهي الارض على اليمين دي بتاعته، والارض على الشمال دي برضه بتاعته. طيب كان يقدر يقفل الشارع، يعني كان يقدر ياخد الشارع عشان هو بيملك الارضين، صح؟ ويبنيه زي ما هو عاوز، هو ما عملش كده. ما عملش كده، ساب الشارع في حاله عشان هو عارف ان الشارع ده في منتهى الاهميه، وده بيخدم المحيط العمراني الموجود حواليه. وبنى يمين الشارع وشمال الشارع. وفوق الشارع عمل حاجه اسمها سباط. ايه السباط ده؟ هتلاقي مكتوب ان هو سباط معناه ممر علوي، اللي هو لينك. تمام كده اهوت؟ يبقى هو ساب الشارع شغال وعمل لينك بيربط ما بين المبنى اليمين والمبنى الشمال. طيب المبنى اليمين فيه ايه والمبنى الشمال فيه ايه اللي يخليني اعدي من على اللينك؟ المبنى اليمين يا شباب، تمام، ده فيه سبيل وفيه كتاب وفيه حوض. الحوض ده هو هو سبيل بس للحيوانات. يبقى السبيل ده للكبار للبني ادمين، والحوض للحيوانات. تمام كده اهوت. الجمل والحصان والحمار كانه بنزين عشان خاطر يستريح فيها ويشرب وبعد كده يكمل. تمام؟ يبقى على ايدي اليمين الكلام ده بعد القرش، هلاقي ان في عندي حوض، حوض للدواب، وهلاقي ان في عندي سبيل الناس بتشرب منه ميه ساقعه، وهلاقي كمان في عندي كتاب عشان تعليم القران الكريم للاطفال الصغيره، كل ده على اليمين. وفي كمان الميضه المكان اللي اتوضى منه على اليمين. طب على الشمال، على الشمال بقى في الجامع اللي انا هصلي فيه، وفي مدرسه عشان اتعلم فيها، وفي قبه طرحيه عشان خاطر هو مدفون فيه القزماس دوت، وفي كمان تحت الجامع او تحت المدرسه محلات، فبالتالي ده جامع معلق. تمام كده اهوت. كل ده موجود على ايد الشمال، وفي كمان سكن الطلبه. اوكي؟ فهي مجموعه كبيره، جزء منها ايد اليمين وجزء منها ايد الشمال، فبالتالي لما اجي اخش على الناحيه الشمال اللي فيها الجامع وعاوز اتوضى، لازم ارجع تاني، تمام؟ اروح الشارع والبس الشوز بتاعي اللي انا قلعته واعدي الناحيه الثانيه، وممكن اتخبط من اي حصان معدي ولا حاجه، فقال لك لا، انا هعمل هامة وصل عباره عن لينك اللي هو بيسمى زمان سباط، عشان يربط لي ما بين الجامع والمدرسه والناحيه الثانيه الميضه والسبيل والكتاب وبقيه الحاجات الثانيه. فاصبح دلوقتي انا لو في السبيل او الكتاب فوق يعني، تمام، لو انا في الكتاب فوق او في الميضه فوق وعاوز اروح الجامع، هعدي ايه؟ على اللينك ده من غير ما اقطع مسار الحركه بتاع الشارع. يبقى الشارع ماشي بمسار حركه وانا ماشي بمسار حركه ثاني، وكل واحد فينا ما بيقطعش الثاني. تمام يا جماعه؟ يبقى هنا بنتكلم على ارض يمين وارض شمال فيها مجموعه وظائف يمين وشمال، وعمل كونتاكت بينهم وما همش وصل من خلال السباط العلوي ده، السباط ده اللي هو فيه شباك ده اهو. تمام؟ ده لو بيدل ان هو في العصر مملوك البرجي كان بيحترم البني ادم. معنى ان هو ما قفلش الشارع وانه شايف ان دي حاجه ما ينفعش تتقفل عشان دي حاجه في منتهى الاهميه، يبقى هو في اللحظه ديت بيحترم الناس الموجودين في المكان وبيحترم البني ادمين الموجودين في المكان. فده لو بيدل ان هم كانوا متقدمين. طالما يعني الفكر بيخاطب البني ادم وهمه في الاول والاساس هو ان هو يرتقي ببني ادم وان هو حريص لبني ادم ما يمشيش مسافات كتير كبيره، تعرف كده ان ده كده كان مجتمع متقدم، انه بيراعي البني ادم وبيراعي كمان بعد البني ادم الحيوانات والطيور، دي حاجات كتير بنشوفها. يعني الخط ده محطوط عشان خاطر الحيوانات، تمام؟ عشان يحافظ عليهم. وشفنا قبل كده وقت العنصر اللي اسمه العشاري ده كان عشان خاطر الطيور، ياكلوا الحبوب من خلال
العشاري ده يحط فيه الحبوب ويحط فيه المية عشان الطيور الموجودة في المكان تشرب وتاكل. فطالما حريص على البني ادم وحريص على الحيوان وحريص على تمام كل الحاجات البيئة المحيطة بيه، يبقى ده كده معناه ان هو كان في فكر متقدم، حضارة متقدمة. يبقى ده قصة السكتش اللي احنا بنرسمه ده اللي هو فيه تكاتك. طبعا تكاتك دي سكتش حديث تمام، يعني ايه مرسوم حديث، مرسوم بالتكاتك الموجودة دلوقتي في العصر الحديث. لكن طبعا زمان ما كانش فيه الكلام ده كله، بس فكرة مسار الحركة ده بيدل ان لحد دلوقتي مسار الحركة ما اتقفلش تمام. لحد وقتنا هذا مسار الحركة ده رغم ان اليمين والشمال طبع بعضه لحد وقتنا هذا ما اتقفلش شغال. يبقى دلوقتي هرسم التو سكتشز دول تمام، وهبدا اشرح عليهم من خلال الاسهم، اشرح استعمالات، اشرح مسميات، اشرح يعني ايه ده اللي انا بقوله دلوقتي. حاول تترجمه في شكل ليبلز وتشرح عليه. احنا قلنا ناحيه اليمين هنا اهو تمام، بعد اللينك في عندي سبيل وكتاب وفي عندي خط وفي عندي كمان ميدر. اما الناحيه الشمال في عندي تحت محلات وفوق عندي مدرسه بتستعمل في وقت الاذان وقت الصلوات كانت بتستعمل جامع، وفي عندي سكن وفي عندي كمان قبه ضريحيه. ادي المكونات بتاعه المجموعه بتاعه التماثيل الاسحاقي او ابو حريره. الايدنا اليمين ده نموذج قصبه تمام كده، هو ها نموذج قصبه، قصبه ما عندهاش جدار رئيسي، فيها محلات، فيها المدارس، فيها عندي الجوامع، فيها عندي الحمامات، كل ده موجود عندي في القصبه. وفيها في النهايه بتاعتها اللاند مارك اللي هي المأذنه، ومش شرط تحط مأذنه، بعد 200 متر تاني ممكن تلاقي سبيل كتاب، بعد 200 متر كمان ممكن تلاقي ضريح. كل مره بيبدا ان هو يحرك عشان خاطر يبقى في مسار حركه وانت شايف كانك توصل لاخره، بعد ما توصل لاخره تبدا انت تتحرك من جنبه. طيب عايزه تعملي جدول اهو، دي مقارنه بين المدينه الاسلاميه والمدينه الحديثه في جدول اهو. مقارنه بين المدينه الاسلاميه والمدينه الحديثه. تمام كده اهو. بيقول لي على سبيل المثال المدينه الاسلاميه في حاجه اسمها ضرب. الناس اللي مش شايفه ورا، اديني بقول الكلمات اهو. اول حاجه اسمها في المدينه الاسلاميه ضرب. تمام؟ على سبيل المثال عندنا بالنسبه للزيارات في منطقه اسمها منطقه الضرب الاحمر، وفي منطقه اسمها منطقه الضرب اللباني تمام؟ وضرب كورنوس، وحاجات كتير قوي تحت مسمى ضرب. ضرب بيوصل فيها في العصر الحديث حي او مجاوره او تجمع او منطقه. اقول تاني، ضرب في الكتب القديمه بيوصل بيها في العصر الحديث حي او مجاوره او تجمع او منطقه. لو انت جيت بحثت في جوجل على كلمه ضرب مش هيطلع لك ابدا حاجه علاقه بالتخطيط. امال هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك تمام مجموعات شمسيه. كلمه ضرب دي لما تيجي تبحث عنها على جوجل هيطلع لك مجموعات شمسيه. اللي هي ضرب التبانه ومش عارف الضرب اللي هو اللي فيه الشمس وحواليه الكواكب، وفي ضرب تاني وثالث ورابع، يعني احنا في مجموعه وفي مجموعات كتير وبيطلق على المجموعه الواحده ضرب. فتخيل في التخطيط الاسلامي الحضاره الاسلاميه كان بيعمل حسابه ان المنطقه كانها تمام مجموعه زي المجموعه الشمسيه، في ليها سنتر لاين مهم وحواليها في حاجات بتلف حواليها، يعني في حاجات مباني بتلف حوالين السنتر لاين اللي هو المهم ده. انت في الغالب في السنتر لاين بتاع المدينه الاسلاميه بتلاقي في عندك الجامع، وتلاقي عندك في المستشفى، وتلاقي عندك في المباني الخدميه تمام زي الحمام، وممكن تلاقي بعض الاسبله والكتاتيب في السنتر لاين بتاع المدينه تمام. فهو شبه المدينه بالكواكب والنجوم، فده في التخطيط الايه؟ الاسلامي. يبقى ضرب دي كلمه فلكيه اكتر منها تخطيطيه، لكن موجوده في الكتب القديمه الاسلاميه يطلق عليها حي او مجاوره او تجمع او منطقه. قصبه دي بقى نمبر 2 تمام؟ يطلق على الشارع الرئيسي. يبقى في العصر القديم قصبه، في العصر الحديث شريان رئيسي، شارع رئيسي جاي من الشمال للجنوب. طيب وهتلاحظ جوه المدينه برضو في بعض الشوارع اسمها ضرب. زي الضرب الاصفر. تمام كده اهوت. ده يقصد بيه شارع رابط ما بين شارعين رئيسيين. يعني لو عندي قصبه وقصبه ثانيه شارعين رئيسيين اللي بيربط بينهم كده اهوت تمام بشكل افقي، ساعات بيطلق عليه في المدينه الاسلاميه برضه ضرب. يبقى الضرب بيطلق على الحي والمجاور والتجمع والمنطقه، وبيطلق برضه على شارع فرعي رابط ما بين شارعين رئيسيين. بس الكلمه المشهوره اكتر اللي هي المدينه او المنطقه او الحي. الضرب دايما هو معناه حي. يعني بقول لك في بعض الحالات كان بيطلق على الشوارع الايه؟ اللي بيربط ما بين شارعين رئيسيين. طيب كلمه حاره ما زالت موجوده حتى وقتنا هذا، كلمه حاره تمام؟ بيطلق بيها ايه؟ بيطلق بيها شارع متفرع من شارع فرع. يعني دلوقتي عندي قصبه متفرع منها شارع، بعد كده متفرع من الشارع حاره.
يبقى هو الخارة دي معناها شارع متفرع من شارع فرع، يعني جاي من الازهر. طيب في ازهر من الخارة في المدينه الاسلاميه؟ اه طبعا في ازهر من الخارة. طب الازهر من الخارة ايه؟ قال لي ازهر من الخارة حاجه اسمها زوال، تمام. وفي قصه مشهوره لنجيب محفوظ اسمها زوال مدى، مش عارف تسمع عنها ولا لا. زوال مدى، زوال معناها ايه؟ مكتوب اهو، خارة ازهر متفرعه من خارة، اكبر من اسلامنا واصغر من الخارة. تمام؟ كان زوال كسبيس كمساحه كطول، تمام؟ اكبر من حاجه اسمها زنا دي هنشوفها، وهي اصغر من الخاره. يبقى لما في عندي خاره صغيره ما بيطلقش عليها خاره صغيره، بيطلق عليها ايه؟ بيطلق عليها زوال. تمام؟ في اصغر من زوال؟ اه اصغر من زوال بقى دوت عباره عن ممر صغير يدور بيعدي واحد اسمه زنا. دي في الغالب دي موجوده في الاسواق التجاريه. كلمه زنا ديت، تمام؟ ممر ضيق قوي يدور بيعدي واحد، وده بيطلق اكتر على مسار الحركة ليا وفتح عليه محلات. طيب في كلمة اسمها عطفة. عطفة معناها منحنى. منحنى. منحنى بين خطين. ففي عندي منحنى شارع ماشي معايا وبعد كده بدأ ينحني معايا عشان مكمل، ده اسمه عطفة. في الكتب القديمة ما بيقولش أنت انحنيت، لا بيقول لك أنت عطفت. عطفة. طيب في كلمة برضه اسمها خوفة. تمام؟ لما احنا دخلنا بيت السحيمي كان فيه بابين. باب كله خشب وباب تاني برضه كله خشب، بس كان جوه الباب في باب. اقول تاني، لما رحنا بيت السحيمي كان في باب وجواه باب صغير حاجه كده، تمام؟ انا شاورت عليه وقتها واتكلمت عليه. الباب الصغير ده اسمه خوخة. الباب الصغير ده اللي هو جوه الباب الكبير اسمه خوخة. خوخة ده معناه ايه؟ معناه ان هو باب صغير مخصص ان مين تعدي منه، بس هتعدي منه وهي مطيه، ومش هينفع حد يعدي منه غير بني ادم. تمام كده؟ هو ما ينفعش حصان يعدي منه، ما ينفعش جبل يعدي منه. طب ليه يصمم باب صغير بالشكل ده؟ عشان في بعض الاوقات، تمام؟ كان بيقفل الباب الكبير ويفتح الباب الصغير على اساس يجبر الشخص اللي داخل لازم يوطي. لازم يخش وهو مغطي، فبالتالي يخش بالراحه، ما يخشش وهو بيجري. تمام؟ فدي برضه فكره موجوده في القضايا الاسلاميه، فكره نعمل باب كبير وهو باب صغير، واقفل الباب الكبير وافتح الباب الصغير عشان اضمن هيخش ده الانسان وفي نفس الوقت هيخش وهو موطي، فبالتالي هيخش بالراحه. ده اسمه الباب الصغير، ده اسمه خوخه. الباب الصغير ده هو اللي اسمه خوخه. تمام؟ برضه خوخه بيطلق عليه نقطه عبور. نقطه عبور. او منطقه تجمع. خلاص يبقى نقطه عبور او منطقه تجمع او باب صغير دي كلها معناها خوخه، يعني انت هتهدى كده تصبر تقف وتمشي واحده واحده. ده يقصد بيه تصميم الخوخه. تمام؟ ده موجود في الكتب القديمه برضه. طيب الممر العلمي اللي هو اللينك في العصر الحديث ده اسمه سباط، عشان ما تشوفها في الكتب القديمه ما تستغربهاش. كلمه سباط معناها لينك، تمام؟ معناها ممر علمي. طيب الممر السفلي في الكتب القديمه كان بيسمى قبو. الممر السفلي اللي هو دلوقتي ايه؟ نفق، مش كده؟ تحت الارض. اه ده زمان كان اسمه قبو، اللي هو كان بيتعمل من خلال فكره الفولت. خلاص كده؟ يبقى لما تيجي تعرف التوصيف القديم في الكتب القديمه يبقى لك قبر ربط بين اليمين والشمال يقصد بيه، تمام، ممر سفلي. لما يقول لك سباط يقصد بيه ممر علوي. لما يقول لك كلمه خوخه يقصد بيه نقطه عبور او نقطه تجمع او باب جوه باب، باب صغير جوه باب كبير. طبعا احنا كده ايه لحد ما حاولت ان انا اوضح لك المسميات المختلفه على مستوى التخطيط، تمام، على مستوى المدينه او الحضاره الاسلاميه. المدينه ظهرت معايا في الحضاره الاسلاميه. طيب هحتاج بقى من الاستشهاد اللي حصلناها ديت، بص كده عليها كويس، اللي هم ست حالات دول هحتاج ترسمهم عندك، تختار من كل اثنين واحده. بمعنى ايه؟ هنا نمبر 1 في شكلين، تمام؟ اختار لي شكل واحد بس انت شايفه هو الاصح، يعني لو انت في اختيار تصمم الجامع اللي انت بتصممه، تمام؟ مستطيل بالعرض ومستطيل بالطول. يعني الارض تسمح تعمل الحلين دول بالعرض والطول، هتختار انا واحد فيهم، انا واحد فيهم الاصح. اللي انت شايفه الاصح يعمل عليه صح. تمام كده؟ ويقول لك تحت ليه اخترته. نفس الكلام لو عندي اوبشنز ان انا اختار نص دايره، اختار انا واحد فيهم، نص دايره دي ولا اليمين ولا الشمال. تمام؟ اللي انت شايفه اصح اعمل عليه انا مش صح. بعد ما اخلصه اخش على الشكل البيضاوي، اوكي؟ انا عندي تو اوبشنز، اختار الشكل البيضاوي على اليمين او على الشمال. والاثنين ينفعوا، تمام؟ بس مين فيهم الاصح؟ فكر فيها وعلم صح على اللي انت شايفه من وجهه نظرك هو الاصح.
وقلت تحتيها ايه السبب، ليه سبب اخترت إيه؟ تمام الشكل ده الاوت لاين ده، نفس الكلام في المربع، نفس الكلام في المثلث الى اخره. خد بالك مفيش حاجه باينه معايا في السكشن الرسمه ده غير اوت لاين الجامع، الحدود الخارجيه بتاعت الجامع ومكان المحراب. اوكي، وكل الناس اللي بتصلي جوه الجامع بتبص لفوق، يعني اتجاه القبله عندي هنا اهو، لفوق هنا اهو، ده اتجاه القبله، نفس الكلام هنا، ده اتجاه القبله، نفس الكلام هنا، ده اتجاه القبله، وهكذا. تمام، يبقى اتجاه القبله في كل رسوماتي اللي انا برسمها ديت لفوق. اوكي، ما اعرفش بقى فين مكان الباب، فين مكان الشباك، طب فين مكان التويليت، طب انا هقعد فين، هتحرك ازاي، كل ده مش موجود. خلاص، ده حتى الدوت اللي انا رسمه لك ده دوت خاص كانهم صفوف مصلين. تمام، يعني كل اللي بكلمه بس معاك اوت لاين جامع ومكان محراب وصفوف مصليين، معيش علاقه ولا بالباب ولا بالشباك ولا بالاستراكشر ولا اي حاجه. تمام، قول لي ايه الصح. تمام، في كل شكل في واحد فيهم اصح من الثاني، قول لي مين الاصح في ايه في الاثنين. طبعا تقول لي ايه الاصح، هتعلم لي ايه علامه الصح جواها، الثاني هسيبها، تقول لي ايه السبب. نبدا نجمع ولا استنى شويه؟ استنى شويه ولا نبدا نجمع؟ استنى شويه؟ ماشي. طيب، يعني معانا ماكسيمم في حدود 5 دقايق، فكر كده اهوت، وبعد كده اهوت ايه؟ جاوب، وهجمع الورقه وهجيب لك على السؤال ده. فكر كده ايه العامل المشترك؟ بص كده على ايديا، بص المسافه دي كده اهو، وبص المسافة دي كده. تمام؟ مين المسافة الأطول؟ إلى الشمال ولا اليمين؟ الشمال. تمام؟ نفس الكلام في المربع اللي جنبه، بص المسافة ديت، وبص المسافة دي. مين الأكبر؟ على اليمين ولا الشمال؟ اليمين، وهكذا في كل حاجة. طب إيه فكرة المسافة دي؟ فكرة المسافة دي، دي المسافة اللي بتلي المكان اللي بيقف فيه الإمام. أوكي كده أهوت؟ الفكرة التصميمية وأنت بتصمم جامع، تمام؟ حاول على قد ما تقدر تخلي المساحه او طول الصف اللي ورا الامام هو اطول صف موجود في الجامع. اوكي؟ يعني لو انا عندي اختيار اخلي شكل الجامع كده ولا كده، اوكي؟ الفايده في الموضوع مين فيهم الصف الاكبر موجود ورا الامام؟ هل الصف ده الاكبر ولا الصف ده الاكبر؟ طبعا الصف اللي عشان هو الاكبر يبقى هو ده اللي هعمله كده. طب ايه الفكره في كده اهو؟ الفكره في كده اهو، طب استنى عليا، الفكره في كده اهو، تمام؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بيقول ان عشان يحس الناس على الصلاه ان هي تروح بدري، كان بيقول ان الناس اللي بيصلوا ورا الامام اللي هو الصف الاول يعني في الصلاه ده ثواب عند ربنا، ثواب كبير جدا. اوكي؟ فانا بقى كمعماري، ها؟ لو انا اخترت شكل المثلث ده، اروح انا بقى عامل مثلث كده واخلي ورا الامام 3 واقفين ما شاء الله ما شاء الله، وفي اخر الجامع ما شاء الله صف فيه 20 واحد، يبقى انا كده يعني ايه؟ عملت عكس الحديث، يعني خليتها بس تبع جسمك. تمام، هنا ما شاء الله في حوالي 20 واحد ورا الامام، وفي 3 بس في الجامع، ودي بركه يا جماعه. طبعا انا بكلمك الاثنين صح، بس انا بكلمك ايه الاصح؟ الاصح ان انت هدفك وانت بتصمم الجامع ان تخلي اكبر قدر ممكن المصلين ياخد ثواب كبير. هدفك كده، هدفك ان هم يخشوا بينقطعوا للعباده، بينفصلوا عن العالم الخارجي، وياخدوا كمان ثواب كبير، فانت بتساعدهم على ده. تمام؟ انت فانت لازم يكون عندك الرؤيه دي، طالما الحديث نص على دوت يبقى انا هشتغل ان اكبر صف اقدر اصممه هيبقى هو اللي موجود ورا الامام، وده هنشوفه ان شاء الله في نشرح بساطه الصوفيه للجوامع، ان دايما كان بيستغل ده مش ده. يعني دايما البائكه او الرواق الكبير اللي موجود ورا الامام دايما هيواخد الشكل ده، واخد الشكل المثلث ساعتها الشمال مش الكبير. تمام؟ هوريها لك وهقول لك خد بالك منها، انت بترسمها مش واخد بالك منها. بس ان شاء الله لما هنعمل الرسومات هقول لك بص بقى انت بترسمها اهوت، وخد بالك ان ورا الامام الرواق شكله كده. طيب مش كده، شكله ده. هكملها لك، بص كده معايا، هتلاقي مثلا في كتير من الجوامع هنا في كده مكشوف، الحته دي كده، وهنا كده في رواق تاني، وهنا في رواق تالت، وفي الاخر خالص في مجموعه رواق في الاخر كده اهو. مش الجامع كده؟ المصر ده مرسمه كده اهو. طب ما دي تاخد الحته دي اللي ورا الامام هي كده. تمام؟ مش كده. فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ هي كده مش كده. فهو ده اللي انا عايز اوصله له، ان الاسلوب التصميمي في الجوامع مرتبط بده، ليه اشمعنى الشكل ده مش الشكل ده؟ تمام؟ عشان فكره الصف الاولاني اللي ورا الامام، ان هو يعتبر اكبر صف موجود ايه؟ موجود عندي. طبعا انا لسه ما فكرتش مداخل منين؟ المخارج منين؟ الصوت والضوء علاقتهم ايه؟
التوية تمشي ازاي، كل ده همشته، حتى الاستراكشر سيستم همشته. انا بتكلم بس في اساسيات في مادة تصميم، ان انا دايما بحس تمام انا كمعماري بحاول احس المصلين ان هم يخشوا جوه الجامع وياخدوا صف كبير، فبالتالي ده رقم واحد ان انا احاول اخلي صف ورا الامام هو اكبر صف. ايه اكبر صف ممكن؟ قولي بقى. تقولي انا برده الحمد لله. طيب هسال بقى سؤال تاني برضه، سؤال في غايه الاهميه. لو انا عاوز احط مأذنه تمام، احطها فين؟ هل احطها جنب المحراب والمنبر، ولا احطها الناحيه الثانيه من المحراب والمنبر؟ احطها يمين، احطها شمال، انا ما اعرفش هي المداخل، احطها ايه؟ تمام اتفضل. هي كانت بتتحط يعني ناحيه القبله علشان الاثنين عاوزين على تمام. طبعا في بعضنا بيفتكر ان انا بدل احط مأذنه يستحسن احطها جنب المدخل، ويدعيني بقى لو ايه لو احط مأذنتين، فده بقى خلاص جت مع السماء احط مأذنتين يمين وشمال المدخل. يعني معنى ايه؟ لو انا المدخل بتاعي هنا حد ليه كده اهو، ده حاجه حلوه قوي، احط مأذنه هنا ومأذنه هنا يمين وشمال المدخل، تمام كده اهو. طبعا طبعا ده فكر مش مظبوط خلاص. طب انا ايه فكره المأذنتين؟ لازم ارجع بقى بالوظيفه وافهم هو ليه بحط مأذنتين في الجامع. تمام، هتلاقي من ضمن الحاجات الموجوده عندي ليه بحط مأذنتين، يقول عشان الخط الوهمي الواصل بين المزنتين، خط الوهمي الواصل بين المزنتين بيبقى عمودي على اتجاه القبله. اقول تاني، الخط الوهمي الواصل بين المزنتين بيبقى عمودي عمودي على اتجاه القبله، فبالتالي المزنتين دول بالنسبه لي بوصله. تمام؟ ها؟ طب انا دلوقتي عاوز اصلي في الحته دي ولقيت مزنتين كده، اصلي الناحيه دي، طب كده صح ولا غلط؟ بص كده على القلم بتاعي، انا بصلي عمودي على المزنتين اللي هو الخط الوهمي ده. تمام؟ بصلي كده. كده صح ولا غلط؟ المفروض فوق، المفروض فوق، يبقى انا كده ضدت الموجود. تمام كده يا شباب؟ هو كده بيخاطب مين؟ بيخاطب ان عدد المصلين في الجامع زاد. طب بعد ما زاد اصلي فين؟ اصلي بره في الساحه. طب هو في عندي الوصله في الساحه تقول لي القبله فين؟ مفيش. تمام كده هو؟ مفيش. انا بصلي وتحت ارض رمليه. خلاص؟ المفروض انا لو انا بقى يعني معماري وشاطر هبدا اصمم ارضيات الساحه، ارضيات الساحه هظبطها بحيث ان هي عمودي على اتجاه القبله كناس الجبل. طب انا ما عملتش ده، عدت عليا، هبدا بقى ان انا اصمم المأذنتين بتوعي الخط الوهمي الواصل بينهم ده يبقى عمودي على اتجاه القبله. تمام؟ فبالتالي المأذنتين بتوعي هنا وهنا، الحته دي وفي الحته دي، بحيث ان هو يبقى صالح في الجزء ده، يبقى انا كده تمام موازي وعمودي على اتجاه القبله هو ده. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ تمام؟ طيب ده برضه سؤال في غايه الاهميه. طب انا المأذنتين دول احطهم هنا بقى مصح؟ حطيتهم هنا برضه بقى مصح، حطيتهم هنا فوق خالص برضه صح. طب انا احطهم فين برضه؟ يعني انا فهمت فكره المأذنتين ان هم يعني ايه بيحددوا اتجاه القبله، بس احطهم فين برضه؟ اه احطهم فين ده بيختلف من جامع لجامع على وجهه على باختلافات تمام؟ وجهه نظر المعماري، انت صاحب القرار. طب انا صاحب القرار بناء على ايه؟ انا صاحب القرار بناء على كده دوت المحيط الامراني. بمعنى ايه؟ في عندي هنا اهوت ساحه كبيره، وفي عندي هنا مجموعه شوارع تودي على الساحه دي، فاعتبر المكان ده اللي فيه ساحه هو اقوى صوره بصريه، وهي هتخليني وانا ماشي من اي شارع لمح من مأذنه على الاقل مأذنه عشان اعرف فين مكان الجامع. يبقى ده بالنسبه لي انسب مكان المحيط الامراني بيشوف منه المأذنه. اوكي؟ طب انا الساحه بتاعتي مش هنا، انا عندي الشوارع وطبق الشوارع في الحته على اليمين او الحته على الشمال او فوق. تمام؟ يبقى انت هتبدا تحرك المأذنتين على حسب المكان اللي تحطه، بحيث الشوارع كلها لما تيجي تمشي في اي شارع تبقى انت شايف ان هنا في مأذنة اهو، يبقى في هنا جامع. معايا يا جماعه؟ اصل فرحتي لما اختار مأذنتين تمام واختارهم جنب مباني مرتفعه ومفيش شوارع، يعني انا مأذنة دي ظهرها برج ما شاء الله سد الرؤيه، يبقى انا استفدت ايه من المأذنة؟ اوكي كده اهو؟ يبقى هي مش مرئيه، انا ماشي في الشارع مش حاسس بيها. فهي الفكره في كده ان انت بتختار المأذنة او المأذنتين فاقرب مكان يخليك لما تيجي تمشي في اي شارع من الشوارع المحيطه تبقى شايفه. تمام كده اهوت؟ يعني افترضت مثلا ان هنا في شارع في الحته دي تمام؟ اوكي؟ وفي شارع في الحته دي، وهنا مثلا هو الطريق بتاعي عباره عن مستطيل، خلاص ده حلو قوي، ده هنا هحط مأذنة وهنا هحط مأذنة. يبقى كده ده في نهايه مسار الحركه ده، وده نهايه مسار الحركه دوت، والاثنين مأذنتين الخط الوهمي عمود على اتجاه الابن. فاهمين يا شباب انا بتكلم في ايه؟ تمام؟ يعني الفكره انت بتدرس محيط العمران والشارع موجوده حواليك، وبناء عليها بتحط مأذنتين في الوضع المظبوط، بس بحيث الخط الوهمي رابط بينهم يبقى برضه عمودي على ايه؟ على اتجاه القبله، عشان خاطر الهي بتصنع بوصله. مع فكره ان هي لجنه مر الاثنين مع بعض يعتبروا بوصله عمودي على ايه؟ على القبله. تمام كده يا جماعه؟ خد بالك المأذنتين بوصله.
الهلال تمام الموجود فوق المسألتين والأوروبا برضه وسطا بيودي اتجاه الابن تمام. الأرضيات اللي أنت بتعملها مفروض تكون هي جنب وسطا عشان خاطر تخليك وأنت واقف عليها عارف فين اتجاه الابن. دي كلها حاجات تحت مسمى وسطا، يعني خد بالك وأنت بتصمم الجامع لازم تحط الحاجات دي في الاعتبار عشان ما تضللش الشخص اللي بيصلي تمام. طبعا المحراب جوه الجامع أكبر بوسطا، محراب جوه الجامع ده أكبر بوسطا بيقول لي اتجاه الابن فين بحيث ما اسألش أنا هصلي في اتجاه ايه. فدي كلها تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى بسط. طبعا في افكار بقى فلسفيه ورمزيه بفكره المزادتين زي فكره الدعاء تمام، يعني في بعض الناس حللوها فلاسفه وقالوا المزادتين دول كانهم دراعين مفتوحين كده للسماء وبيدعوا المولى عز وجل تمام، بيدعوا ربنا. ففكره ان انت بتحس الشخص اللي جاي على الدعاء ادعي، انت اصلا جاي تصلي اساس في الصلاه ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. ففكره يعني ايه كانك رافع ايديك وبتدعي هو بيمثلها كده. افكار بقى كتيره من هذا القبيل، فانا بقول لك على فكره وظيفي هي البوصله وفكره كمان فلسفه رمز هي فكره الدعاء الى اخره بقى من الافكار المختلفه اللي ممكن تشوفها في فكره الايه؟ المزنتين يعني تمام؟ حد عنده اي سؤال في اللي احنا بنقول ده كله؟ اي سؤال؟ ها؟ تمام.